حيث يواصل الجناح المصري المشارك في أكسبو أستانا جذب المزيد من الزوار والمشاركين. وقال المهندس أحمد طه المفوض العام المصري بمعرض أكسبو أستانا إن عدد زوار الجناح المصري المشارك بفعاليات الأكسبو بلغ نحو 148 ألف زائر من مختلف الجنسيات خلال الفترة التي بدأت من يوم العاشر من شهر يونيو المنصرم. ولفت إلى أن هذا الإقبال من الزائرين والذي يعد الأعلى مقارنة بالمشاركات السابقة لمصر في معرض الأكسبو يعكس روعة تصميم الجناح المصري والذي كان عنصر الجذب الرئيسي للزائرين. وللمزيد عبر سكايب من كازاخستان أو من أستانا تحديدا المهندس أحمد طه رئيس جهاز تحديث الصناعة. أهلا بك باشمهندس أحمد من أستانا، ونود معرفة في البداية ما هي يعني ما كينونة أو ما هوية هذا المعرض إكسبو. تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. الإكسبو هو عبارة عن محفل دولي كان بيتعمل في الأول مرة كل 5 سنوات. آخر مرة عقد كان في ميلانو 2015، والمرة الجاية إن شاء الله في دبي 2020. منظمة المسؤولة عن تنظيم الأكسبو اللي بيتم تنظيمه بمسابقة زي وزي كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، قررت إن هي الخمس سنين كتير شوية، فبقت بتعمل حاجة زي الميني أكسبو بدل ما هو مدته 6 شهور بتعمله مدة 3 شهور كل 2.5 سنين. فازت بتنظيمه المره دي العاصمه الكازاخيه أستانا. وكل اكسبو بيبقى له سلوجن معين، بيبقى له اسم معين او شعار معين. شعار السنه دي فيوتشر انرجي باللغه الانجليزيه او طاقه المستقبل باللغه العربيه. نعم، يعني في الجناح المصري باشمهندس احمد، يعني لو تاخذنا في جوله ماذا سنشاهد وما مدى الاقبال؟ هو مقام تحت عنوان ارض الفرص او ارض الفرص. تمام يا فندم. ما ستشاهدينه في الجناح المصري المره دي، عندنا في المدخل جداريه كبيره ارتفاعها اكثر من 35 متر عرضها حوالي 10 متر. دي عباره عن الاله حورس على راسه قرص الشمس ومكتوب فيها كلمه مصر. بدل حرف الواي احنا استعملنا الالوان اللي موجوده في الشعار بتاع الاكسبو هنا وطاحونة الهواء، بالاضافه الى طبعا لازم اللغه الروسيه علشان هي اللغه الاساسيه هنا، على الرغم ان احنا كازاخستان لديهم اللغه بتاعتهم، بس كازاخستان اللغه الرسميه الخاصه بالبزنس بتاعهم هي اللغه الروسيه. بعد كده لما بندخل بنلاقي على اليمين تمثال كبير جدا لاخناتون. التمثال ده بالظبط نسخه مطابقه للي موجود في المتحف المصري. اخناتون هو اول اله دعا المصريين الى توحيد الاله، او انا اسف فرعون دعا المصريين الى توحيد عباده اله واحد هو الاله الذي كان يقع خلف الشمس. طبعا مش قادر اقول لحضرتك هذا التمثال عامل عنصر الجذب بشكله قد ايه، كميه الالاف المؤلفه اللي بتتصور عليه قد ايه. حضرتك من شويه بتقولي اكتسبنا 148، انا بكلم حضرتك النهارده العداد قدامي جاب 163,000. واعتقد ان ده يعني يمكن اكتر بكتير جدا، اضعاف اضعاف اللي كان بيقبل عليه الزوار في المعرض. لماذا كان هذا هو السؤال التالي؟ السؤال الجناح بتاعنا جناح زي ما بيقولوا كده بالبلدي عندنا دمه خفيف. الجناح ما فيهوش نظام بقى لازم تخش في توقيت معين وطوابير والكلام ده، الناس بتخش بتحس ان هي مرحب بيها. عظيم. سواء فريق العمل المصري اللي موجود معايا هنا او فريق عمل الكازاخي اللي الاكسبو مديهوني عشان يساعدني عشان الترجمه واللغه، كلهم شباب واولاد صغيرين في السن، طريقتهم واسلوبهم وابتسامتهم وترحيبهم فبيخلوا الناس وهي داخله فعلا في احتفاليه مبتهجه وهي داخله الجناح. نعم. بعد كده لو حضرتك تحبي نكمل الجوله بنعدي على جداريه احنا مسمينها البانوراما، واخده 5 عصور من العصور المختلفه في التاريخ المصري. العصر القديم اللي هو ما قبل التاريخ، الكهف اللي موجود في كهف من الكهوف زمان. بعد كده العصر الفرعوني، العصر القبطي، العصر الاسلامي، واخيرا العصر الحديث. واحنا مستعملين صوره الدكتور احمد زويل لان طبعا الموضوع مرتبط بالعلم اكتر. بعد كده عندنا القطعه الاساسيه وهي هرم احنا بنينه، ارتفاعه تقريبا حوالي 6 متر وشويه. كل جانب من جوانب الهرم موجود عليه الاله الفرعوني اللي بيرمز الى
عنصر من عناصر الطاقة زي إله الرياح، إله المياه، إله الشمس، وأخيرا إله التربة. واحنا عطين ضوء في قمة الهرم ده، اعتقد ان لو يعني ليها الحظ والسرعة تبقى توصل حضرتك. من فوق موجود ضوء شعاع احنا سمينه العنصر الخامس، وهو العنصر البشري اللي هو اكتر حاجة بتستطيع ان هي تميز مصر عن الدول الاخرى. كنت اتمنى فعلا انه الصورة تكون يعني بتروي ما تقوله حضرتك بالكلام، يعني مش عارفة ان امكن ذلك ام لا. بتروي الكلام ده بالظبط، بترويه بالظبط. كنا نتمنى يعني ان احنا نشاهده يعني، ولكن مش عارف مدى امكانيه ان انتوا تشاهدوه معايا، انما يعني الزميل اللي موجود معانا هنا ممكن يحاول ان هو يوري حضرتك. اعتقد ان هو دلوقتي ابتدى يجيب الصوره بتاعه الضوء اللي فوق اللي احنا بنتكلم عليه ده، احنا بنسميه بالانجليزيه ذا فيس اليمنت او بالعربي العنصر الخامس، وهو العنصر البشري اللي احنا كلنا بنحترمه وبنقتدي له. ولو قدر برضه هو بيلف يورينا الجزئيه بتاعه البانوراما اللي كنت بكلم حضرتك عليها دلوقتي. صحيح. بالعصور المختلفه في مصر، يبقى اعتقد شيء عظيم جدا، لان انا عايز اخواتي المصريين اللي موجودين في القاهره وموجودين في شتى انحاء جمهوريه مصر العربيه يحسوا قد ايه المكان هنا جميل وقد ايه الاقبال له معنى بالفعل. أنا بشكرك طبعا. هينتهي إمتى هذا المعرض سريعا؟ لأنه من 10 يونيو يعني. المعرض ينتهي يوم 10 سبتمبر، لأن هو ميني إكسبو فمدته 3 شهور فقط. وإن شاء الله إحنا دي لسه ما كملناش الشهر، إنما الحمد لله بفضل ربنا قدرنا إن إحنا نعمل حاجات كتيرة جدا. أنا عارف إن وقتي خلص، بس يهمني أوضح نقطة مهمة جدا. لأول مرة مركز تحديث الصناعة اللي أنا بشرف برئاسته بينظم الإكسبو هي المرة دي. عظيم. لأن تنظيم الإكسبو أنا النهاردة عندي 122 دولة إحنا بنقعد نتقابل معاهم ونعمل معاهم اجتماعات مختلفة. النهاردة بينتهي مجموعة عمل جاية من رجال الأعمال المصريين، عملنا لهم منتدى مصري كذاخي امبارح، ضمت 7 شركات مصرية و40 شركة كذاخية، وفي سبيلنا لتوقيع عقود كتيرة إن شاء الله. واخيرا عندنا من يوم 15 ليوم 22 يوليو مجموعه عمل جايه من رجال الاعمال المصريين في مجالي الصناعات الغذائيه والحاصلات الزراعيه، بنرتب لهم اجتماعات مع عدد كبير من الشركات. هو ده الهدف الاساسي من تواجدنا في معرض زي الاكسبو، علشان نقدر ان احنا نعظم استفادتنا، نوري الناس من هي مصر، ما هي قيمه مصر. انا بشكرك جدا. انا بشكر حضرتك. أنا بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا باشمهندس أحمد طه، رئيس جهاز تحديث الصناعة، كان معنا من أستانا عبر سكايب. شكرا لك.